هاي سينفيو. كيفك سيلفيو؟ هاي. كيفكم؟ هاي جيفري، كيفك؟ هاي صباح. ضيوفك دائما عزيزين على قلبنا سيلفيو، لانه دائما بوجودك معنا. كمان عندنا فقره رياضيه خاصه بتعرف على ابطال لبنان يلي عن جد مرات الاعلام ما بيعطيهم حقهم. فبدك تعرفنا على ضيفك اليوم. اليوم ضيف فيري سبيشال، لانه بس انا وقفت سكي ثلج شفته بلش يطلع ويربح وقفت، قلت له خلص هلا صار دورك. لا اعطيته زحت على جنب، زحت على جنب دورت انا وكان وقتها بلش يكبر على السريع. فجيفري لحمه يعني كنا فيري جود فريندز، فيري كلوز فريندز، نتمرن سوا، كنا ان كان جيم ان كان سنو سكينج ووتر سكينج حتى. ربح هالويك اند بطوله، فيك تحكينا شوي عنها؟ هي عم بيقسموا بطولة لبنان هلا لثلاث مراحل. أول مرحلة بتبلش بالأرز، نرجع منروح على فريا منرجع منطلع على الأرز. هلا كانت أول مرحلة وربحتها. كانت بسلالوم بس لأنه ما كان التلج كتير منيح وكان الطقس ما ساعدنا يعني. عملنا بس سلالوم. هلا النتيجة اللي عملها جيف هالويك أند ربح على 5 ثواني من المرتبة الثانية، وعادة بتصير البطولة بالسنو سكينج على الثانية. يعني إذا 0.01 0.02 ربح 5 ثواني. ماشي يعني إنجاز يعني. What you've done is روح. هلا ما مندمت أنا وقفت لأنه يعني ما شفت النتيجة اللي جابها. قال حفظت على ماء الوجه. طلعت دغري قلت أنا خلاص انصنف. لا بمزح، بالعكس أنا بتمنى إذا بيطلع. تنزلوا سوا. قديه عن جد قديه هي حلوة هيدي الرياضة، بس قديه خطرة وقديه فيها صعوبة كمان. هي كتير حلوة، أنا كتير بحبها من أنا وعمري 2 سنين بعمل سكي يعني، وخطرة قد ما بدك يعني. صرت كسر إيدي مرتين هيدي، وهالإيد كسرها 3 مرات. يا الله يساعد أهلك. وكواحلة ما بعرف كم مرة. واو. في إنجريز كتير بس هالسكي يعني. بس شو بتنصح لكل الاشخاص اللي بيحبوا يعملوا هالرياضه التزلج؟ اللي بيحبوا يعملوها اول شيء يتعلموا يعني، مش دغري اللي بيقول لي واحد بدي دغري اطلع على العالي ومدري شو. لا يبلش شوي شوي، يهتم بحاله، سيفتي فيرست يعني اكيد، وبس يحس حاله احسن واحسن يرجع يطلع يعني. نحن بالارز اذا بدك ما عندنا بيست بيبي دغري بدك تطلع على الارز يعني بدك تكوني بتعرفي تعملي سكي. كمان البيستات بلبنان مش كتير مجهزين، مش كتير ولا مجهزة. كتير سيف كمان. هيدي مليحة. عم نشوف صوركم هلا. ايه لا هيدي من السنة الماضية، هلا طبعا امبارح بتطلع. هي بفرايا. دائما المرتبة الأولى عم تاخذها جيفري. يس. السنة الماضية ربح كمان. السنة الماضية ربح بطل لبنان كمان. كمان. بالسبيشال والجيان. يس. مظبوط. هو اوفر اول. هو اوفر اول. جيف بدك تخبرنا شوي تحضيراتك للأولمبيكس، رايح على الأولمبيكس هالسنة. برافو جيفري. إذا الله راد شو؟ كيف عم تحضر لهم؟ كيف تحضيراتك؟ والله عم بتمرن 3 مرات بالنهار فيزيكمان يعني. اوكي. وكثير كثير أنا أصلاً يعني من الأكثر بلبنان بتمرن فيزيكمان يعني. بتمرن الصبح بكير، برجع بتمرن بعد المدرسة، وبرجع بتمرن بالليل. بتمرن كل شيء لسكي يعني، بتمرن جامبس، بتمرن ويت ليفتنج، بتمرن اجيليتي، بسبح، بركض، كل شيء يعني سكي. كل الجسم لازم يكون حاضر لسكي. وعم بتمرن كثير صراحه للاولمبيكس، هي المين جول هالسنه. وان شاء الله جمعه الجاي نحن بنروح، وان شاء الله خير. جمعه الجاي الاولمبيكس؟ جمعه الجاي بنروح، بتبلش بعد جمعتين هي. اه واو. ما تتحضروا اكيد طبعا لكم تيمز تو جو وتمرنوا اصلا على البيست كمان. إيه جيفري انت ذكرت انه بلشت انت عمرك صغيره سنتين بلشت تعمل سكي. لكل الاشخاص اللي بده يعلموا اولادهم سكي، هي قد ايه بدها خلال مثلا الجمعه لحتى يقدر الولد يتعلم التكنيك؟ بدها كثير وقت؟ لا هي ما بدها كثير وقت تتعلمي تعمل سكي. اذا انت كبيره، اذا عمرك 10 سنين فيك تعلمي الولد يبلش يعني بسكي، يكون بيفهم وبيعرف جسمه وين وكيف يبرم وهيك. لا هي ما سبور كتير صعب يعني، بس فيها خطورة. بدك الواحد ينتبه اكيد. كاسك اجين، كاسك از ا ماست. 100% سكي كلوز ار ماست. باك بروتكشن، باك بروتكشن از نوت ماست للبيجنرز، بس نحن اكيد دائما اذا بدنا نجند نحط باك بروتكشن، نحط اول ذا بروتكشنز نيدد. واكيد اجين التشيب تبع سكي كتير مهمين، واحد يلبس تشيب سكي وما يطلع على سكي بالجينز مثل ما ذكرت انت قبل كمان. اتس ريديكولس وخطره، بيتجرح لانه الثلج بيجرح.
يعني اذا مثل الازاز مزبوط ازاز نفس الشيء زيز بصير كلك دم يعني فيس بيطلع بيعملوا مساج no ايه بيطلعوا بيعملوا سكين يستفيدوا مش شايفتين الشباب مش مقصرين ابدا سيلفيا عم بيضلوا فوق قولي على الفيسبوك والانستا عم بيضلوا فوق السكين مظبوط لا برافو بدي ارجع قصة الاولمبيكس اول شيء كيف تسجلت وكيف تأهلت ومين عم يدعمك هلا بالاول اكيد اهم شيء لازم تكوني اولى بلبنان اوكي طب القليلة تفوتي على انه على الكواليفيكيشن بعدين في كواليفيكيشنز في بوينت سيستم بالسكي لكل العالم ولازم تطلعي تقريبا انا بعمري هاي يوث اولمبيكس مش اولمبيكس عادي okay. يعني اندر 18 okay. لازم تطلعي بالاندر 18 توب بالريجن تبعك لانه نحن ريجن هون نعتبر فار ايست كاب لازم تطلعي بالفار ايست كاب اباوت توب 50 توب 100 وبنقوك انا طلعت توب 50 كل سنه الماضيه كنت عم بشتغل على النقاط وطلعنا يعني يشتغلوا على النقاط بده يسافر يعمل بطولات برا تقدر يجيب نقط هون البطولات مش كلهم فيهم نقط مزبوط. مش انه حيلا حدا عمل بطوله بيقدر ياخذ نقط مزبوط بيشوفوا كل كوهاغ كم نقطه عنده وحسب النقط من كل الكورار اللي عندهم اياهم بيجمعوهم بيعملوا كالكول بيشوفوا اي مرتبه هو طلع تيرجع ينقصوا له النقط the less points you have the better it is اكيد yes. جيفري شكرا لوجودك كمان نحن بنتمنى لك من قلبنا كل التوفيق اكيد ومزيد من النجاحات سيلفيو نحن اكيد نلتقي فيك الاسبوع الجاي كمان مع ضيف جديد ان شاء الله شكرا لك